خلاصه القول خلونا ننتقل الى خبر تاني، وهو خبر بالنسبه لي رائع باعتباري كنت في الدقهليه وشفت شويه حاجات يعني، فعجبني جدا 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 انه في ظل كل ما يحدث كل ما يحدث الحكومة الحقيقة ما هياش ساكتة. يعني ما يحدث اللي هو ايه؟ الحكومة اكيد شغلها الشاغل دلوقتي هو الملف الاقتصادي، وشغلها الشاغل بدرجة موازية هو السيطرة على الاسعار قدر الامكان، وشغلها بدرجة تزيد عليهم توازيا هي انه تستطيع دائما توفير كافة السلع والخدمات للمواطن قدر الامكان بسعر معقول. حلو، ده لم يمنع الحكومة أبدا في أنها تفضل مستمرة في مبادرة حياة كريمة، وده شيء بالنسبة لي كلام من ألماز مش من ذهب، لأن أنا من أكتر الناس اللي دائما ما كنت أدعو عندما أسمع بعض الأصدقاء أو الرفاق أو الزملاء أو الأساتذة الكبار يقول لك يا جماعة إحنا ممكن نوقف دلوقتي بس المشروعات الكبيرة علشان خاطر بس نوفر فلوس. لا 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 خالص، انا ضد ده تماما، انا ضد ان احنا نكمل، انا اسف، انا مع ان احنا نكمل زي ما احنا بل وبوتيره اكبر واقوى بل واسرع. احنا بنتكلم على ناس فاتحه بيوت، وبنتكلم على ناس شافت الامل، شافت انه حياتهم هتتغير، هي دي حياه كريمه. فتجد النهارده رئيس الوزراء مشكورا بيتفقد قرى في او تابعه او مندرجه تحت لواء راية مبادرة عظيمة اللي هي حياة كريمة. فين بقى؟ في الدقهلية زي ما كنا بنتكلم. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية. أهلا 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 يا دكتور. يا دكتور أيمن السيد المحافظ دكتور أيمن غالبا الخط قطع. عموما هنعاود الاتصال مره تانية بدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه. انا يمكن كنت من اسبوعين بوشوشه على الهواء يعني انه في شويه حاجات كده كنت حابب ان هو يلقي نظره عليها ان لم يكن قد القى عليها المزيد من النظر والفحص والدرس. هنعاود الاتصال مره تانية بدكتور ايمن محافظ الدقهليه دكتور ايمن مختار، بس خليني هرجعك تاني على انه قد ايه الحكومه زي ما حضراتكم شايفين رئيس الوزراء نازل بيتابع بيشوف ايه اخبار القرى اللي موجوده في اطار مبادره حياه كريمه، ويا ترى احنا وصلنا فيها الى نسب تنفيذ قد ايه، موجود معاه مجموعه من قيادات الهيئه الهندسيه وافرع مختلفه من اللي بتشتغل على هذه المبادره. يا ساده يا كرام، انا متفهم انه ناس كتير تيجي تقول ايه مثلا يعني ما تيجوا نقلل شويه في وتيره الانفاق على المبادرات زي حياه كريمه او مشروعات قوميه عملاقه. انا ليه بقول لك مش ده الخيار السليم؟ لانه اولا احنا بنتكلم على فرص عمل بالملايين، لو احنا وقفنا شويه يبقى احنا قفلنا بيوت، ده واحد، وبالتالي اضريت بحاجه اسمها دوره راس المال، ما هو الناس دي بتشتغل على دراعها. فانا النهارده لما اجي اقول له انا وقفت مثلا اسبوع ولا اتنين ولا تلاته ولا شهر، او بدل ما هشتغل مثلا على 500 قريه فهشتغل على 200، ده معناه ان انا قعدته في البيت، قعدته في البيت يعني لا اكل ولا شرب، مفيش فلوس. طب دكتور ايمن مختار معانا على التليفون، اهلا بيك يا دكتور ايمن. يوسف بيه اهلا بحضرتك. ازاي الصحه؟ اهلا بحضرتك، الحمد لله كله زي الفل. كله تمام، اخبار الدقهليه ايه؟ والله يا فندم زي الفل. النهارده طبعا كان تشريف دوله رئيس مجلس الوزراء لينا، يعني زياره عزيزه وجميله، ومعاه السيد وزير التنميه المحليه، ويعني لفيف من القيادات، وكان طبعا القوات المسلحه الهيئه الهندسيه يعني على قدم وساق، شغل يعني اكثر من رائع والله، يعني لا ازكي هذا الشغل على حد يعني، ولكن تضافر كل جهود الجهات يعني في المبادره الجميله الرائعه مبادره حياه كريمه يعني اللي سياده الرئيس اطلقها. ويمكن انا كنت يعني في احدى المداخلات مع احد الساده المذيعين يعني زمايل حضرتك بقول لهم دي اختراع مش مبادره، يعني والله العظيم اختراع انك تيجي فجاه ل 60% من شعب دوله ما يعني، و 60% دول تقريبا حوالي 60 مليون، ما هو ممكن ال 60% يطلعوا مثلا 6 مليون 5 مليون، لا انت بتتكلم في 60% 60 مليون مواطن تعمل لهم كل الخدمات تقريبا خلال فتره زمنيه، صرف صحي، ميه، كهرباء، تليفونات، غاز، رصف، خدمات صحيه، مدارس، لا يعني شيء لا يصدق صراحه. يعني احنا يمكن مركز شربين عندنا 500,000 نسمه، يعني الحياه شبه اتغيرت تقريبا، نسب التنفيذ تتخطى ال 85%. ما شاء الله. قريه الحصص اللي دوله رئيس مجلس الوزراء النهارده كان بيشرفنا، نسب تنفيذ تتخطى ال 95%. مجمع الخدمات الحكوميه مربوط بالعاصمه الاداريه الجديده من خلال كابلات الفايبر والانترنت فائق السرعه. يعني كل الدوله تقريبا بقت حته واحده مع الوزارات المركزيه، مع القياده الجديده في
في العاصمه الاداريه، لا يعني شيء اكثر من رائع يعني. خدمات صحيه، والله كنت بقول دوله رئيس مجلس الوزراء النهارده الحاجات دي والله ما موجوده جنب بيتنا في القاهره يعني. والله انا بقول كده والله، والله العظيم، وفي قريه يعني، مش هقول لك حاجه كمان في مدينه، لا ده في قريه يعني. فحاجه بصراحه يعني القياده السياسيه والقائمين على العمل كله سواء قوات مسلحه والهيئه المجتمعات العمرانيه او كل الاخوه في الجهاز التنفيذي في الدوله يشكروا عليه جدا جدا يعني. طبعا ناهيك بقى عن تعليمات سياده الرئيس ودخول القطاع الخاص في المشروعات، احنا عندنا 83 شركه يعني اكثر من 95% منهم قطاع خاص بالتنسيق مع القوات المسلحه، 874 مهندس و 4400 عامل. تضافر كل المجهودات دي في 237 مشروع بيتم في وقت واحد في فتره زمنيه واحده، يعني دي حاجه يعني جميله جدا. ده المركز التكنولوجي اللي ظاهر في الصوره، 14 شباك، كل بقى الخدمات الناس كانت اللي يروح الشهر العقاري في حته والبوسطه في حته والمكتب التموين في حته، فاحنا جمعنا كله في مبنى واحد. والمواطن يا فندم ما يطلعش ادوار، يعني هو الدور الارضي في المركز التكنولوجي. المركز التكنولوجي فيه مناديب الجهات اللي بتقدم الخدمات. رائع. طب المناديب دول بقى موظفينهم فين؟ في المكاتب اللي في الدور الثاني والدور الثالث. لكن المواطن ما يطلعش، ملوش دعوه، هو بيخش الدور الارضي ياخد خدماته، مكان انتظار مكيف، ياخد رقم في التيكت، حد في الاستقبال يقول له يعني خدمه المواطن كلها في الدور الارضي. ايوه يا فندم. حلو قوي. في اي حته. حلو جدا. حاجه جميله، حتى مجمع الخدمات الزراعيه يعني المكان اللي فيه الطب البيطري والحيوانات سواء كان ليهم علاج ليهم تطعيمات، كل حتى معمول حساب ده كمان يعني. الاسعاف بصراحه كمان يعني طفره برضو جميله الامانه يعني. عربيات الاسعاف، احنا اول نقطه اسعاف احنا عندنا 7 نقط في مركز شربين فيهم 8 عربيات، اول مركز على مستوى الجمهوريه الحمد لله يتم امداده بالعربيات الجديده. كان مركز شربين في الدقهليه، عربيات اكثر من ممتازه فيها كل حاجه، يعني صدمات كهربائيه، حضانه اطفال، مش عارف تنفس صناعي، يعني تقريبا شبه عربيه مثلا عمليات متنقله يعني، حاجه اكثر من رائعه يعني، مش مجرد انها عربيه اسعاف بس يعني. طب ده حاجه كويسه خالص. طب دكتور ايمن، انا كنت من اسبوعين او 10 ايام كنت رايح المنصوره، وبعدين خدت طريق بنها الحر، المهم يعني الحته بقى بتاعه الرياح التوفيقي اللي الناحيه الثانيه، شرق الرياح وغرب الرياح، يعني من بنها لحد 100 غمر ومن 100 غمر لحد المنصوره. انا خدت بالي من حاجه، حتى قلت انا لازم اتكلم فيها مع دكتور ايمن. يميني وشمالي او يمين الرياح وشماله شرقه وغربه، ساعات كتير كنت اشوف مباني خرسانه وطوب احمر بس فاضيه وفي وسط الارض الزراعيه، فقلت طيب يا ترى هل ترى هي الناس دي مصالحة ولا مش مصالحة؟ طب هيزالوا ولا هيفضلوا؟ يعني قلت بس يبقى لازم نتكلم مع دكتور أيمن في الموضوع. بص يا فندم، الطريق اللي الناحية التانية اللي هو شرق الرياح أو يعني يمين الفرع النيل، ده بالتنسيق مع وزارة النقل مشكورة الفريق كامل، وزير النقل، في شغل مش طبيعي بيتم في المنطقة دي. شفت في تبطين الرياح كله وفي محاور وكباري وما إلى ذلك. كل الاماكن اللي بتعدي على بيوت مبنيه بالمخالفه او مبنيه حتى بدون مخالفه في الطريق وتستوجب ان هي تتزال للصالح العام بيتم ازالتها وبيتم تعويض الاهالي. اما لو في بيوت مخالفه في ارض زراعيه، انت احنا حضرتك عندنا منظومه جديده اسمها منظومه المتغيرات المكانيه. ايوه عارف. بالتعاون مع اداره المساحه العسكريه القوات المسلحه. أيوة. وبالتنسيق مع مجلس الوزراء، تقريبا دوله رئيس مجلس الوزراء بيعمل اجتماع كل مجلس محافظين بيأكد على المتغيرات المكانية. أيوة. وفي تقرير بيتبعت لسيادته من خلال وزارة التنمية المحلية كل أسبوع كل يوم خميس بيتبعت فيه المتغيرات اللي تمت موجودة، والمتغيرات دي بتوصل لمرحلة حضرتك لا تتخيلها. يعني مثلا لو واحد شون قش قمح تطلع متغير، واحنا بقى نثبت ان المتغير ده مش بنا مخالف. أيوة. لو واحد مثلا عمل صاد فوق السطح ده متغير، نسبة ان هو غير متغير، ان هو يعني اقصد مش لانه كله بيبقى تصوير جوي، فانا شايف من فوق ان حصل تغير ما. ايوه بالظبط. فهم بيقولوا لنا على المتغيرات بالنسبه احنا بقى عاملين فرق في كل مركز ومدينه وحي، بينزل على ارض الواقع يصور المكان، لو طلع مخالفه طبعا بيتم اتخاذ الاجراءات ايا كان بقى، مثلا محضر، ازاله، حسب نوع الحاجه. طب لو المتغير ده حاجه عاديه مثلا فلاح مشون
احد الاخوه الفلاحين يشون قش القمح عشان بعد كده يبيعه، مش عارف يعني الحاجات دي عادي ما فيش فيها مشكله طالما ما فيش فيها تبوير للارض الزراعيه. فمنظومه متكامله يعني الامانه، كل الجهات بتساعد. طبعا مديريه الامن معانا يعني ايد بايد، اي حاجه محتاجه تدخل صرفي. طيب لو انا افترضت ان في مبنى ما وده ولا هيعدي عليه كوبري ولا هيجي جنبه طريق ولا حاجه، بس المبنى ده كمان مبني يعني بس خرسانه وطوب احمر بس فاضي، ده بيبقى وضعه ايه؟ لا ما هو حسب المبنى، يعني المبنى ده طالع له رخصه، لو طالع له رخصه ما مش عارف جنبه حتى لو هو فاضي، احنا يعني مالناش علاقه بيه. هو يعني الرخصه هل هينفع يطلع له رخصه وهو في وسط ارض زراعيه اصلا؟ لا ما انا ما هو كل حاله بحالتها، ما هو في اراضي، انا هقول لحضرتك في اراضي داخل الحيز العمراني، بس الحيز العمراني ده في حته ارض ما اتبنتش صاحبها، يعني ما بناهاش مش عايز يبنيها، فقد يبدو ليك انها زراعي. لكن لو هي جوه الغيط العادي اللي هو بقى يعني امتداد غيط يمين وشمال ما فيش اي بيوت، ده مليون في الميه مخالف وبيتاخد معاه الاجراءات. لا يبقى هتلاقي من النوع ده كتير يا دكتور. اشوفه بقى هتلاقي من النوع ده كتير. فين انت وصف لي الاماكن ومالكش دعوه. لا احنا كده هننزل هنتجول فيها سوا، بس هتعزمني على الغداء يا فندم. كنت اقول لك لما جيت المنصوره المره اللي فاتت ما عدتش، ما انا والله انا اتشرف ان انا اجي او نتقابل يعني، لكن معلش انا كنت جاي في زياره علاجيه سريعه لوالدتي والحمد لله، لكن المره الجايه هتبقى زياره غدا بقى. الف سلامه عليها، ربنا يديم شفاها. اتشرفت الله يسلمك يعني كفن. اهل كرم وفي اي وقت طبعا كرم. طبعا احسن ناس وفي زي الاهلاويه برضو. اشكرك يا دكتور، ربنا يخليك وبالتوفيق دايما يا دكتور. كل الشكر ليك دكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه.